السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي أخبار الفجر المغربية، يحضر معنا في هذه في هذا اليوم السيد هشام عامر رئيس فريق النادي القنيطري لكرة السلة بعد التصريحات الأخيرة خلال الروبورتاج الذي أنجزه الفجر سبور والتي وجه خلالها اللاعبين واللاعبات انتقادات كبيرة أهمها غياب المكتب. وفي إطار حق الرد المكفول نرحب بالسيد هشام عامر رئيس النادي القنيطري لكرة السلة. سي هشام، كثر القيل والقال كما قلنا على غياب المكتب مسير، شنو يمكن تقول لنا في هذا الموضوع؟ أولا قبل كل شيء تنشكركم على الاستضافة. مرحبا. وستعطونا حق الرد على ما خرج مؤخرا. كذلك تنبغي نستغل الفرصة باش نهنئ جميع متتبعي القناة ديالكم كذلك الجمهور القنيطري وتنتمنى لهم رمضان سعيد موفور بالصحة والهناء. بالنسبة للخرجات المؤخرة اللي كانت ديال عامل الفريق اللي سنعتبرها خرجات غير مسؤولة، يمكن نقدر نتفق على الشكل ولكن المضمون كاين فيه إشكالية، لأن حرية التعبير مخول لأي واحد لأنه حق دستوري الحمد لله حنا في بلد ديمقراطي، ولكن من تتعلق الأمور بأن تنقيسوا مكونات ديال النادي يعني هنا تنخرجوا على الإطار اللي مخول اللاعب، لأن اللاعب تيكون عنده واحد العقد وداك العقد تيردو مع النادي اللي خصو يحترم جميع الأمور ديالو القانون الداخلي وكذلك ومثال. بالنسبة للجوهر بأن خرجوا في الخارجات تيقولوا بأن المكتب كاين هناك غيار، أنا تنتفاجئ لأن علاش؟ حيت حنا الآخر مقابلة في البطولة كان ديما المكتب حاضر، من بعد كانت واحد شهرين ديال 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 العطلة، ماشي نقول العطلة ولكن ديال اون بوز ديال الجامعة اون اتوندون باش من بعد تلعبوا البلاي اوف. فهاد الشهرين هادو راه دايوغ راك نتوما حاضرين معانا، درنا واحد الندوة صحفية شرحنا فيها الأزمة الاقتصادية الأزمة المالية اللي تعيشها النادي وجميع الأمور اللي تتخبط فيها اللي تتخبطوا فيها جميع المكونات ديال النادي. من بعد كان عندي أنا شخصيا كهشام عامر كان عندي واحد الغياب اضطراري، لأن كانت عندنا ثلاثة الوفيات في ظرف شهر في العائلة اللي خوي ما راك عارف حنا مغاربة دونك هنا كان أمور خصك تقابل تيجي عند الناس إتسيتيرا، ولكن ما كانش هناك التزام ديال النادي باش يتلعبوا واحد المقابلات. اللي كان هو في هاد المدة هادي كان اتصل بيا ودايوغ ديما أنا كنت باتصال مع عامل الفريق، وبين قوسين أنا ما عندي حتى شي خلاف معاه، زعما تعتبر كصديق أخ صغير ما عنديش إشكال. اتصل بيا قال لي اللاعبين بغاو يهضروا معاك، قلت ليه مرحبا، قلت ليه انا ما نقدرش نجي للقنيطره، هي نديرو واحد ابل فيديو ابل اوديو، قلت ليه اوكي ما كاينش مشكل. اتصلوا بيا قالوا لي زعما نقول تكست وما نزيد عليهم حتى شي حرف، قالوا لي بان حنايا دابا سالات البطوله حنا تكلاسينا مزيان غنلعبوا البلاي اوف دابا شنو ديروا معنا في الرواتب. جاوبتهم قلت لهم فوالا، قلت لهم كما درنا معكم في الموسم الفريق راه منين دخلت المنحه فرقنا عليكم، راه ما مشات حتى شي بلاصه شديناها فرقنا حتى هذا العام هذا هذا الشيء اللي باقي في البلاي اوف. قلت لهم غنتقاتلوا معكم كمكتب بالنسبه للتنقل وبالنسبه لي فري داربيتراج حنا غنتقاتلوا عليه باش زعما بور تو سكي فري ديال لورغانيزاسيون حنا غنتكلفوا به. جا قلت لا با كيسيون، قلت يا اما تعطينا الرواتب ديالنا حنا غنديروا فورفي ما غاديش نلعبوا الماتشات. انا قلت لهم هادشي زعما تتفهم حيت سكي لوجيك، لان انت تشوف مع المدن الندوه الصحفيه وهضرنا مع المجلس البلدي وقالنا بانه راه غادي يديروا واحد الخطوه ايجابيه في حق النادي القنيطري، عطانا نفس الهضره وصلنا عليهم زعما ما زدنا عليهم ما نقصنا. دونك خاصنا نسينا الامور لان كومون ثلاث سنين والمكتب هو اللي كان تيتقاتل وسميتو تيوفر السيوله باش يتجاوبوا لي ماتش، مين تيدخل الميناء حتى نفرقهم عليهم. هاد الخطره هادي تفاجات، قال لك لا ما يمكنش حنايا نلعبوا الا ما كناش خدينا الرواتب ديالنا. وباقي تنعقل كان فيهم واحد اللاعب لما خرجت الذاكره بلال قال لك خلص من عندك حتى يدخل الفلوس وكسع خدهم. قلت لهم انا كون كانوا عندي دابا ما نحتاجش نقول لهم لان او موا خصنا نديرو دي موتيفاسيون ايتترا، مي حنا خصنا نجيرو لو ستريكت مينيموم. لو ستريكت مينيموم اللي فيه كاينه ليرجونس.
في الاخر قالت لا ما غاديش سميتو صافي. هذا منين هما عطاوني هذاك القرار ديالهم بانهم غادي يديروا فورفي، دونك صافي تراجعت تما فين كان واحد الشنعان داخلي مع واحد العضو كاين في اللجنه التقنيه، تما في خديت القرار ديالي قلت بان غنديروا الاستقاله. مي الاشكاليه اللي وقعت اللي هنايا غادي نوضحها سي كو راجت واحد الهضره بان هنا فين تتلعب على العقول ديال اللاعبين، تقالت لهم بان الرئيس راه دار الاستقاله ياخذ المنحه ويمشي بحاله. دابا انا بالله عليك الا كان شي واحد ذكي، اذا كان واحد رئيس باغي ياخذ المنحه ويمشي بحاله ما كانش يديكلاري بانه غادي يدير الاستقاله حتى يسد الامور ومن بعد سميتو. الا كان رئيس ياخذ هذه المنحه هذه ما كانش مثلا يسمح هو الاعضاء ديالو ب 11 مليون ديال دغا كونطون العام اللي فات والفلوس اللي دخلات. علاش؟ لان ملي تشوف اللاعبين تيصبروا ما نقولش يضحي، حيت اللي تيضحي هو اللي تيسمح، اما اللي تيصبر تيتخلص من بعد. دونك انا تنعترف بهم بهذه وما عندي حتى شي اشكاليه مع شي لاعب، الحمد لله عندي علاقه جد طيبه مع اي واحد سواء اللاعبين ولا اللاعبات. لابد غيكونوا ديزيكسيبسيون كاين واحد سميتو لان ما يمكنش ترضي جميع الاطراف، ولكن الحمد لله دوزت 8 سنوات زعما في اطار الاحترام بزاف زعما لا مع الاطر لا مع اللاعبين. ولكن هذا الشيء اللي وقع مؤخرا في هذا الشهر هذا زعما صراحه خلاني تندهش، لان كاين امور تتشوف بان الوجوه تقلبت 180 درجه. علاش؟ وهذا اللي بغينا نعرفوا، شكون هما الناس اللي وراء هذا الشيء هذا باش يدفعوا الناس هذو باش يحاربونا؟ مع العلم وكنتو نتوما حاضرين العالي الفريق ملي كان جو المنابع الاعلاميه تيشكر في المكتب بانه المكتب تيتقاتل معنا وتيدير معنا. كيف يعقل بان من بعد شهر تولي تضرب فينا وتسمينا بان المكتب غير مسؤول، المكتب فاشل؟ بغيت نعرف هذا الفشل فاش يتجسد، حيت دابا ملي تقول لي المكتب فاشل حنا مبلاصين حنا الاولى، حنا نورمالمون تنضحي معاهم تنتقاتلوا معاهم، دونك علاش يجي دابا حتى الاخر وي زعما تتكون في واحد الاطار عائلي وتنتقاتلوا على سميتو وكنا شحال تنقولوا نغلبوا المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه، وتتجي حتى لاخر المطاف وتضرب كل شيء في الزيرو وتتقول بان ما كاين والو. يعني تتبان لي انا هنايا بحال واحد الانفصام في الشخصيه ديال الانسان، لان تتكون واحد الوقيته مع تدوز شويه اللي غايتين في نفس العقول تتولي عاوتاني ضد. ما يمكنش، خص واحد خصو يحترم سميتو يبقى مقتنع بالامور ديالو الشخصيه، الا كانت عنده واحد القناعه على شي حاجه خصو يبقى يتمسك بها ما يبقاش يتقلب غير بوحدو. هذا هو. وعلاش انا بالنسبه علاش خليتو هذا الغياب او الغياب ديالكم عن المحيط ديال الفريق هو اللي كنظن ان خلى هذا التشويش داخل نادي القنيطره لكره السله؟ تنزيد ناكد راه ما كانش غياب، والدليل على ذلك راه شفتو في الماتش راه الكاتب العام راه كان حاضر كان واقف في الامور ديالو الكاتب معنا في المكتب. دونك غير هي كان واحد الشرط، لان واحد من تيعطيك واحد الالتيماتوم تيقول لك شوف يا اما تعطيني لي صالير يا اما ندير لك فورفي. يعني انا فاتح الباب تنقول لهم انا كمكتب غنضحي ونتقاتلوا ونأسيرو لي فخي ديال الماتش ولي فخي ديال الارتخاج، وتتجي انت تتقول لي لا ما يمكنش انا يا اما تعطيني لي صالير يا اما صالير نسد غندير فورفي. دونك يعني الطرف الاخر هو اللي ما خلاش الباب ديال النقاش. مي حنا راه الاخر ماتش كنا تنصيفطوا الفلوس باش يتلعبوا باش يتخلصوا، مع العلم تيقولوا الماء مثل الماء، مي نورمالمون تنصيفطوا الفلوس. غير هي راه بخطرات كيفاش الواحد تي اول الهضره راه تجي ساهله تنصيفطوا الفلوس. جاتني غريبه هذه تنصيفطوا الفلوس، لما تنصيفطوا الفلوس مثلا لا يعني اما مثلا باغ اكزومبل الامين المال ملي تيكون حاضر معنا بحال مثلا اخر خطره كان عيط لي سميتو شارجي الماتيريال كان سميتو صيفط لي باغ خاص فلوس صيفط لي 1500 درهم باش كومسا ما يتبلوكاش باش ما يوقعش لهم مشكل، فهمتيني؟ دونك انا اللي تجيني بيزار علاش تتنكر هذا الشيء وتذكر شي حوايج اللي ما عندهم حتى شي معنى. دابا غنحاول نخسر لكم على حساب حيت دابا ثلاث سنوات فين وقعوا واحد عده تغييرات في المكتب. دونك ملي كنا جينا هادي عامين كان جا واحد الناس قال لك فوالا انت الرئيس طوتي بزاف في الرئاسه. قلت له ما كاينش مشكل انا ما نتشبتش بالرئاسه. قالوا بان انا رشاو عزيز. قلت له ما كاينش اشكال، هو السيوالي اللي هو معي في المكتب حتى هو كعضو في المكتب. دونك منين دابا هما بحال كانوا تيسيرو بان نقول لا، مي باغ كونت انا ما عنديش اشكاليه حيت انا عندي واحد الشغف شوي باسيوني بالباسكت بصح ما قاليش حاجه سميتها قنيطره.
واخا ساكن في كازا بيت وقيلة نجي القنيطرة كثر من كلي تبقى في كازا. دونك منين جينا اتفقنا دونك الحمد لله حطينا الامور غنشتغلوا في اونصوم في الاخر منين وقع واحد الشيء شنو كنا قلنا درنا واحد باقي تعقل واحد العشاء وقلنا بان باش نبداو بدايه مزيانه ديال 2021 2022 قلنا كل واحد يحط واحد 2 مليون 20 الف درهم باش نبداو بواحد السهوله منها نخلصوا الدراري حيت كانوا تيتساو العام اللي قبل داكور اللي العامل هو مخلص فيها كامله ديال عام 2020 2021. دونك الوحيد اللي كان مخلص لي صافي كان هو سمير لان حنا كنا تنراعيو ثاني الحاله الاجتماعيه ديالو بيسكو ما عندوش الشغل. دونك تنقولوا هو نفافوريزي هو الاول لان ماشي بحال كاين اللي تيقرا كاين اللي خدام ما كاينش اشكال. دونك من بعد منين شي وحدين تراجعوا منين شافوا بان خصها تعطى الفلوس تراجعوا دونك بقينا حنا كما هي. جا السي وديع قال لي السيد الرئيس قال لي انا عنده التزامات ديالو مهنيه قال لي شوف قال لي زيد انت وانا نتعاون معك ونتعاون معك. كان السي طارق الصحه اللي تا هو السي بن حان اخت ابتسام السي مميز السي زكريا السي وطاق. دونك هادو اللي كان باش بدينا المرحله. دونك الحمد لله دوزنا واحد العام رائع. دونك سميتو كان ديزوبجيكتيف هو المانتيان ونطوندو باش نكونوا لان مع جائحه كورونا كان عندها مشاكل كبيره. دونك منين دوزنا اخر العام كان عندنا مشكل سيكو المنحه ما توصلناش لها توصلنا بها معطله حتى تقريبا سبب. منين توصلنا المنح انا نقدر نقول لك بان شدينا المنح كلها فرقنا على سميتو على اللاعبين. بالنسبه كما قلت لك بالنسبه للمنحه اللي توصلنا بها بالنسبه للموسم الفريق سيكو توصلنا 120 الف درهم 114 الف درهم و400 مشات غير في الرواتب الشهريه ديال اللاعبين والمباقي هي باش خلصنا بعض المدينين بحال الترونسبور ايتترا مي صادير 120 درهم كانت خلصت كامل. بالنسبه للمستشير كنا توصلنا 100 الف درهم اللعابه خداو فيها 60% من هاد 100 الف درهم و 40% كنا نورمالمون صرفناها في الامور ديال التنقلات وديال لي ديبلاسمون ولي فري دافتراج. توصلنا بواحد 25 الف درهم اللي نورمالمون خصنا نتوصلو 50 الف درهم من الجامعه. الجامعه صيفطوا لنا 50% منها هي 25 الف درهم كتلقي القال بانها نورمالمون حنا شدينا خديناها 25 الف درهم 4000 درهم صالير ديال الكوتش سي وسعدان 6000 درهم بريم اللي عطيناهم الفريق النسوي عطينا 500 درهم لكل وحده 4200 كان الماتش ديال تطوان مع تطوان اف 2 اس كانت 2800 درهم والكوديم 3700 درهم ماشي الكوديم الفرقه ديال فريق ديال المكناس حيت المكناس فيها جوج فريق. هادو لي سالير ديال البنات هادو ولا لي بريم ديال البنات ولا ديال الولاد؟ لا دابا هادشي اللي عطاك المجموع ديالو تيعطي 25 الف درهم ديال هذه هي 50% ديال المنحه اللي توصلنا بها من الجامعه. بالنسبه للمنحه ديال الجامعه نورمالمون خصنا نتوصلوا 50 الف درهم بون لو مومون صيفطونا 50% حيت هما فوالا قسمونا شطرين. بالنسبه ل 25 الف درهم فهي مقسمه على الشكل التالي 4000 درهم عطيناها صالير الكوتش وسعدان 6000 درهم بريم للفريق النسوي على شكل 500 درهم لكل لاعبه. بريم ديال مقابله واحده هذا؟ لا هادو سي دي بريم كنا عطيناهم افونس باسكو نورمالمون ملي كانوا داروا الصعود حقوا الصعود للقسم الاول كانت واحد الجامعه تعطينا 10000 درهم على ودي تاك الصعود غير هاد 10 درهم لحد الان مازال ما توصلناش بها ولكن قلنا بيسكو هما يا سميتو قلنا نسبقوا لهم نعطيهم واحد 500 ونطوموا باش تجي حيت حنا كنا واخا هكذاك زدنا حنايا دايرين في الحساب ديالنا باش نعطيهم 1500 درهم دونك المكتب قال يزيد 1000 درهم من بعد. دونك دابا سبقنا لهم 500 ومازال تيتسالوا 1000 درهم. بالنسبه للماتش ديال المضيق 4200 درهم الماتش ديال اف 2 اس الفريق السلاوي مستقبل السلاوي 2800 درهم والماتش ديال الكوتين 3700. دونك ها هما اللي بغا شي واحد يعرف فين مشات 25 درهم. دونك اللي باغي يوصل الفكره حيت الناس من تيبغيو يوصل واحد الفكره مغلوطه راه دخلت المنحه راه داها رئيس الدوله المكتب قسمها بعضياتهم مع العلم العام اللي فات راه نورمالمون وصلنا في سميتو في لي روس زعما في لي دون اللي كنا عطينا حنايا وصلنا التوتال ديال 134 الف درهم 13 نقول 14 مليون اللي عطاها المكتب وسامح فيها صافي ما ياخذهاش 134 الف درهم 134 الف درهم. دونك
انا لي ميساج اللي بغيت ندو وهادشي اللي ضرني في خاطر هادشي عارفو العميد باسكو العميد تقريبا معايا كل نهار غنمو ديك التليفون ديالي ما يمكنش شي نهار ما هضرش انا وياه 4 5 الخطرات دونك انا اللي تنتفاجئ ايه علاش تقلب على المكتب وداتي اتاكي فيهم بورتون اللي قلت لك مثلا سي سمير شحال واخد خدا كما قلت لكم بالنسبه للموسم 2020 2021 خدا الفلوس ديالو كاملين ما تيتسال حتى حاجه باغ كونط الفريق اللي سميتو هو اللي تيتسال وانا نقول لك علاش انا دابا المشكل ديال الاستقاله ما بغيتش دابا بحال حبسها ونعطيك علاش خدا 14000 درهم سيبونسيون خدا 4000 درهم 7500 في 6000 3500 3000 يعني التوتال تقريبا 48000 درهم قلت تقريبا 5 مليون لان كاين واحد تنعطيو كل شهر تقريبا انا والسي طارق الصحابي تنعطيو 1000 درهم من عندي و1000 درهم من السي طارق هي 2 مليون وحنا واحد 50 مليون يعني مالكم الخاص مال خاص تنعاونوه لان كما قلت لك حيت انا سي سمير سانسيرمون كلاعب ما عنديش معاه مشكل الحمد لله تيتقاتل المسائل عنده واحد الكاريزما وقلت حتى ولد الناس راه زعما ماشي غير هو مع الاسف شي وحدين مانيبيلور داروا ليه بحال الماريونيت دفعوه فم الدفع باش يبقى يقصف في سميتو ولكن الاشخاص اللي تسمو انا هما اشباح الحقيقيين هما اللي تيخدموا وراء الستار وهذا هو الاشكاليه انا نورمالمون بالنسبه للاستقاله كما قلت عندي واحد الالتزامات مع المدينين ديال نادي قريطه وانا تنقولها في المنبر ديالهم سكو المنحه ملي غندخل هذاك الشيء تيتسال هشام عامر قبل ما غاديش ياخذوها بالعكس المكتب اللي غيجي من بعد هو اللي غنجلس معاه بشكل حبي نحطوا الامور اللي نسمح فيه الامور نقدر يعني نقسمها على كل سيرة سي ما عنديش اشكاليه لان تيبقى هذا حق ديالي لان النهار اللي كان تكون شوز تنصرف من جيبي مي هاد المنحه هادي انا نقول لك دابا بالضبط كيفاش تفرغ سكو المنحه ملي غتدخل اول حاجه المدينه ديال النادي سحب تنقل المصورين دونك كاع دوك اللي تيتسالوا الفرقه غادي يعطيهم المستحقات ديالهم لان هادوك يعني على وجهنا باش نورمالمون قدروا يصبروا كاين اللي تيصبر عام كاين اللي صبر عامين دونك على وجهنا دونك اقل ما يدار هو ما يدخل في الصناعه تاع المسائل ديالهم ثاني حاجه هو الناس اللي كانوا في 2020 2021 كما العميد خدا المستحق دونك تما خصهم ياخذوا المستحقات ديالهم واللي فيهم حتى السي ابراهيم بوزيدي والسي ابراهيم محروش من بعد باقي لهم ان موا في الموسم السابق حيت هما خداو كاع المستحقات ديالهم ديال بالنسبه للموسم الفريق بقات لهم ان موا غنعطيوك لو موا واللي غيبقى غنشدو غادي نفرقوا عليهم بالتسامي يعني بما يرضي الله شي حاجه مغالطه تيخرجوا بان غندوا فلوس جو بونس ما كاينش شي حاجه اكثر من دابا انا في واحد المنبر اعلامي يعني الا كانت شي حاجه تكون ضد راه نورمالمون تسجل عليا دونك باش هاد النقطه هادي نحيدوها وما نبقاش فيها واحد اللوز سي هشام مؤخرا تروج واحد الاشعاع على ان المجلس الجماعي ديال مدينه قنيطره ما بغاش يصرف المنحه للنادي القنيطري لكره السله حتى يحيد رئيس الحال اللي هو سيادتكم صراحة هاد القضية سمعتها وكان قال لي السي هشام عمراني والسي سمير بودرقا قالوها لي الناس في المجلس البلدي دابا انا اللي غنجاوب جواب بسيط الا كان المشكل ديال المجلس البلدي مع النادي قلت لك كرة السلة علاش بانه المنحة ما دارتش الهوند علاش ما دارتش الفولي علاش ما دارتش الفوت الناس خصها تعرف بان المنح عندها واحد المسطرة ادارية دابا اكطويلمون انا اتصلت مؤخرا بالمجلس البلدي قال لي بان المنحه دابا راه الدوسي ديال المنحه خصو يتفاليد مع السيد العام ان فوا يتفاليد السيد العام النادي القنيطري عنده شراكه مع المجلس البلدي اللي تتخولي بانه ياخذ الامور ديالو كما هو منصوص عليه في الشراكه دونك باش كومسا ما نحاولوش سميتو الحمد لله ما عندنا حتى شي اشكاليه مع المجلس البلدي اللي تيقول شي حاجه يبروفي لو كونترير هادشي اللي تنقول انا دونك السبب ديال التعطيل ديال المنحه هو ضمن مسطره اداريه ما كاينش شي حاجه اخرى مع الاسف كاين بعض الاشخاص انا ما نقدرش لنا باش نحاول نتجنب القضيه ديال التشهير مي كاين اشخاص في التحوم وفي الفلك ديال النادي القنيطري اللي تيحاولوا كانت سمح لي كانت واحد الجمله كان قالوها اللاعبين تيقولوا بان النادي ماشي ملك المكتب بالعكس نتفق ان النادي القنيطري هو ملك المدينه ملك الاقليم
ولكن كما تنطبق هذه الهضره هذه خصو ينطبق حتى على اللاعبين. النادي راه ماشي ديال اللاعبين، حنا كنا كمكونات ديال الفريق تنحاولوا نتعاونوا باش يكون عنده واحد الاشعاع كبير. دابا الاشكاليه كاين البعض، وانا ولا اعمم، البعض في المدينه العليا في لافيلود تظنوا بان التاريخ ديال الباسكيت عنده علاقه بانه هما اللي دايرين التاريخ. بورتو راه النادي القنيطري راه العمر ديالو 74 75 عام، دازو فيه اباطره ديال الباسكيت، لا في التسيير لا في اللاعبين، الحمد لله لحد الان عاطين اشعاع. ابرزهم من المدينه العليا، زعما ابرز اللاعبين اللي خرجوا من النادي القنيطري من المدينه. انا ما عنديش اشكاليه، انا راه ماشي ضد شنو قلت دابا، انا لا اعمم. دابا انت نهضر على السي حموش، على السي دويري، على السي بن خدوج، جليدي، كاع هاد الناس هادو راه كلهم كانوا تيتقاتلوا على الفرقه، ولكن ما عمر شي واحد دار هاد الشيء اللي تنشوفوه. بان ولاد حتى واحد ما تيديرش بحال هاد الشيء اللي واقع دابا. من تيولي مثلا لاعب خصوصا حنا رياضه المثقفين تيخرج من واحد الاطار وتيولي يضرب في المكتب اللي هو نورمالمون كان تيتقاتل معاه ويجري معاه وسميتو في الاخر يعني زعما النكران الجميل، هنا فين تتولي الامور. ما صدقش انكم خويتوا الساحه اللي خليتوا هاد المشاكل يوقعوا، بعدتوا على المحيط ديال الفريق. حضرت الجمعه ديال التدريب، حضرت الجمعه ديال المقابلات، فعلا غياب اعضاء المكتب عن اللقاءات وعن وسيرتو ان لاحظوا ان في خلال الاسبوع الماضي النادي القنيطري للكره السله تبعه مقابله سد الاولى امام النادي المكناسي بدون حضور اي عضو من المكتب الموسيقي. طيب نعطيك واحد الجواب، انا اتصلت باللعابه، اتصلت بالعميد، قلت له الله يخليك قبل النهار الاول في رمضان، اتصلت به قلت له السي سمير، بون اتصلت به زعما لافي الليله، قلت له السي سمير الله يخليك بغيتك تجمع لي الدريب بغيت نهضر معاهم. جاوبني قال لي بلاتي نتشاور معاهم، في الاخر قال لي راه قال لك اللعابه غادي تشوش عليهم. دابا كنت هنا كان عندي جوج ديال لي شباب، سوا غناخد باسكو كوميم انا رئيس تيخول لي ندير بزاف ديال الامور، ولا نخلي الامور تمشي في المجرى. علاش؟ باسكو لوبجيكتيف ديالنا هو الفريق، حيت شي تنقول انا بخطر نقدر نسمح في حقي، ولكن في المصلحه العامه ديال الفريق نقدر نتجاوز عليها. دونك ولكن شي تنقول لك مين تيوصل دابا اللاعب يقول لك لا غتجي تشوش عليا، هنا ولات شي حاجه. وخليتهم يلعبوا مالوغوزمون تنقول لهم سميتو تبعت المقابله زاد لي فريمون تعصبت شي شويه، زعما ضيعنا فرصه ديال الربح بنقطه. تيقولوا مثلا سي فري كان شويه ديال التحكيم، من الاشكاليه اللي تيعرفوا في الباسكت سي كو كانوا جوج لاعبين اللي كانوا شادين في الملعب بالهم مع 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 الجمهور تيضيعوا فرص بزاف. تنظن كو كان نورمالمون تجمعوا وفكروا بانه يكون لاعب جماعي كنا نقدروا نربحوا المسابقه، لان بالنسبه للفريق المكناسي فريق جيد، ولكن كنا ربحوا في هذا الماتش هذا. ولكن وتنقول بان الفرق ديال نقطه واحده، اسمح لي قاطعتك، الفرق ديال نقطه واحده ماشي حاجه كبيره، مازال نقدروا ندافعوا لدافعات الجهود، نقدروا نريكوبيريو ونقدروا نمشيو ونقدروا نتأهلوا ان شاء الله، ولكن تكون النيه صافيه كما قال السي وليد الركريك. بالنسبه للتذاكر تنعرفوا الحضور الجماهيري الكبير اللي كان في المقابله الاخيره امام النادي المكناسي، بالنسبه للمشكله او تذاكر تلك المقابله او مداخيل تلك المقابله شكون اللي تكلف بها؟ واش المكتب المسير؟ واش اللاعبين؟ هاد النقطه هادي مع الاسف اين ذهبت تلك المداخيل في غياب المكتب المسير في تلك المقابله؟ بالنسبه للتذاكر، التذاكر انت تفاجئ بان كانت مبادره خداوها اللاعبين، انا لست ضد هذه القضيه هذه، ولكن قلت لهم خصو يكون في اطار القانون. دونك اتصلت بالعميد قلت لي الله يخليك، اتصل بسي امين المال شكون مسات كل الامور مقاده، وكاين تما الكاتب العام حتى هو كان حاضر في الملعب. دابا انا باش ندير انستيتياسيون تري سامبل، هما الفلوس غيمشيو للعام مكاينش اشكاليه، غير هي خصني تعطيهم لي طالون ديال لي كارني، خصني تعطيهم لي طالون باش نديرو الكونتابيليتي باش ندخلوها ويبدا واحد البي في باش يتسنى. من غير هادشي هذا حنا ما تنعترفوش بهادشي، لان راك عارف هاد الامور قانونيه، لان انت تكون جمعيه الا ما كانش هادشي مضبوط اكيد. مثلا جابوا 10 ديال لي كارني تباعوا غير 8 جوج ما لقيناهمش، دونك بالنسبه لي انا غنتحاسب على داك الجوج. دونك من الاحسن
دونك راه السي امين المال راه باتصال مع اللعيبه معها وهشام عمراني باش كوم سا يقدوا هاد الامور هادي باش يعطيو لا سيتياسيون. حتى الام بي في حنا ما عندناش مشكل كيما قلت لك، حنا ديما التغليب المصلحه العامه على الخاصه باش كوم سا حنا ماشي ضد شي واحد، حنا بالعكس حنا مع الفريق. سي هشام في ظل هاد الاجواء مشحونه، واش سي هشام مستعد مازال يزيد يقود نادي القناة الثانية لكرة السلة؟ أنا كيف قلت قبل كنت غنحط استقالة، ولكن دخل مجلس بلدي قال لك لا سير سميتو. كان عندنا واحد الاجتماع مع رئيس المصلحة ومع بعض الإخوان ديال المكلفين بالأمور الرياضية، قال لك لا بالعكس نكملوا ونديروا يد في اليد ونزيدوا قدام. ودابا غتكون واحد الالتفاتة لنادي القنيطرة ورياضة القنيطرة، دونك دابا الامور غتكون مرهونه بشحال. علاش؟ لان باش توصل خص يكون عندك امكانيات. حنا ما تنقولش حنا ندخلوا فابو زعما ما نجيبوش الامكانيات، ولكن خصك لابد واحد كما تنقولوا ستريكت مينيموم. يكون ستريكت مينيموم حنا تنتقاتلوا تيكون عندنا واحد الاريحيه باش نجيبوا لي سبونسرز، ولكن ملي تبداو عندك زيرو ما عندك حتى شي حاجه تتولي تقاتل غير بلا جيستيون ديال الكوتيديان ديال عندك هذا خصك هذا خصك دير هذا دي عند الكيني هذا دي عند مثلا الكلينيك هذا خصك تخلص عليه سميتو الترونسبور. دونك تيكون هذه الاشكاليه. دونك الا كان واحد الدعم من المجالس المنتخبه ان شاء الله نقدروا نمشيو، ساشون بان اللي خص يعرف الاخوه سي كو ما تتوصلوش بالمنحه ديال من الجهه منذ 8 سنوات ما تتوصلوش. هذه 5 سنين طالعين 6 سنين مع المجلس الاقليمي ما خدين حتى شي منحه. كاين عندك واحد هو المجلس البلدي داكور مالوغوزمون كتنقصات كاين ماشي مشكل. دونك حنا نقلبوا الصفحه ونفكروا المستقبل، وكاين المكتب اللي تيعطي من عنده. دونك باش كوم سا باش يخلي ديما الصوره ديال النادي القنيطري تكون ديما الفوق. منذ سنوات سي هشام عامل في تسيير النادي القنيطري، ماذا قدم سي هشام عامل للنادي القنيطري؟ الى ندير واحد خلاصه دونك موند ما جينا للنادي القنيطري الحمد لله حصلت على ثاني لقب في خزينه ديال الفريق اللي هو بطوله ديال المغرب من بعد كأس العرش اللي كان السي عامر محمد كان هو اللي كان توج بها. كاين وصفه ديال البطوله، كاين وصفه ديال كأس العرش، كذلك بطوله ديال المغرب بالنسبه للي جونيور. ما ننساش بان بالنسبه للفريق ديال الذكور بقينا واحد عامين 3 سنين في القسم الممتاز. الحمد لله تيران الملعب ديال المدينه العليا راك شتي كي كان كيولا راه عامين وحنا تنتجاهلو باش كون صايمين في هذه الحله الجميله. كذلك في اطار الانشطه اللي تنديرو قدمت واحد البروجي مع المكتب للسيد العامل اللي سميتو تنبغي حومتي بونجي مون كارتي اللي وافق عليه في الحال. دونك راه دابا في اطار واحد الشراكه ما بين المجلس والنادي القنيطري والنيابه ديال التربيه الوطنيه اللي تيخون لنا باش يكون عندنا 5 ديال الملاعب اكسبلواتيهم في قنيطره. كذلك ما ننساش بطوله ديال المغرب بالنسبه لمؤخر السنه الماضيه باش عطنا القسم الاول. الحمد لله الفئات العمريه راه عندنا كلهم مينيم حتى الجونيور بدراري وبنات، مدرسه حتى هي خدامه تتشتغل الحمد لله غادي مزيان. يعني ماشي حنا مركزين على الفريق الاول كسوا ذكور اناث، ولكن مركزين على السونتر دو فورماسيون وكذلك على ليكول، لان كيف تعرف كل شيء بان النادي القنيطري هو تعتبر واحد خزان الحمد لله. راه دابا ما تلقاش دابا شي فريق ما فيهش اللاعب ديالنا، دونك جوج الفرق الوطنيه راه تلقى فيهم لاعب ولا اثنان من النادي القنيطري. دونك هاد الامور الحمد لله زعما تنشتغلوا تنبغيو نخدموا في الخفاء، ماعجبش علينا الفيسبوك ماعجبش علينا الاضواء، مي تنشتغلوا. غير هي تنتمنى تنقولوا سميتو الناس اللي تيحاولوا دابا يحاربونا تنطلب منهم بان يحاولوا يفكروا في الكاك، لان الكاك ماشي ديالي انا غدا بعد غدا تقدر السيمانه الجايه نقدر نمشي فحالي، ولكن راه الا مشيتو حاربتوها دابا راه نورمالمون هادوك لي كونسيكونس هذا غادي هما اللي غيتحملوا عن بالك. واش كيحاربوا الكاك ولا كيحاربوا سي هشام عامر؟ لا شوف دابا شكون هو سي هشام عامر؟ هشام عامر راه واحد انسان دايز، ولكن راه هو تيمثل دابا اكتويلمون بالنسبه ليا قانونا هو اللي تيمثل الكاك. دونك راه ضربوا هشام عامر تيضربوا الكاك،
خص تعرف علاش نورمالمون شحال هادي كنت ديما ملي كنت تنصر راه اللي خصها راه توالي ليا بعتها له وديت الكاك. كاين شي حوايج اللي ما تيعرفوهمش اللي قراب ليا وما تيعرفوهم فلوس صحاح حطيتهم في الكاك، ولكن ماشي هادشي باش نتمنى، ولكن حيت كاين واحد الغيره، كاين واحد الشغف، كاين واحد الباسيون بور الباسكت، تتقول واحد النهار ديما تبغي تشوفها ديما مزيان، ديما تشوفها في الافق. ولكن ملي يجي واحد خصو يبين بانه هو خص دوز عليه باسكو هو اللي تيامر المسائل، ويجي في الاخر يبدا يحرش عليك. اول حاجه بدا ليا بدا كيتحرش ليا علي الفريق النسوي، هذه اول حاجه. من جابوا داروا لي اضراب البنات، من داروا الاضراب في الاخر واحد البنت الصغار مع واحد جوج لعيبات كنت جبتهم اللي قالوا تنعطيوهم ملايين ولا بغيتوا الكونطرا انا مستعد نصيفط لكم بانو تيلعبوا فابور، ودرت معاهم بريم دو روندمون بان الا طلعنا القسم ممتاز غياخذوا 12 درهم. الله يخليك 12 درهم الا قسمتيها على 8 شهور غتعطيك 1300 درهم. شنو هي 1300 درهم؟ ديال واحد جوج لاعبات، وحده سينيغاليه وحده سميتو، اللي البالماريس ديالهم ما خلاو بطوله ديال المغرب، ما خلاو كاس العرش، ما خلاو بطوله عربي، ما خلاو بطوله افريقيه، وهما اللي داو معايا كانوا معايا ملي دينا البطوله المغربيه في 2016 2017. دونك ملي جينا نط الحرب ولاو لي دو كلون في الفريق النسوي، واحد مزعبه معها، واحد مزعمه واحد اللاعب واحد اخرى. دونك من لدرجه بان ملي داو لي اضراب باش ما يمشيوش، ملي مشاو البنات الاخرين جاو شدو دقو معصا، وفي الاخر هادشي حنا تشدينا قلنا لا ما يمكنش خصنا هادشي نحتاوي، لدرجه بان كاين شي واحد قال باغي يمشيو يحطوا الشكايات، وانا تدخلت باش نورمال نحبسوا هادشي. علاش؟ باش ما يجيش شي واحد يقول لك لا راه كنا غادي مزيان، ولكن الناس حاربونا باش سميتو. اما راه ماشي حنا ضحينا، بعدا كي تنقولها ونزيد نعاودها، المكتب ما ضحاش، المكتب كان باغي يزيد لقدام، وكنا بغينا نحقوا الصعود، كان بامكاننا نحقوا الصعود. لان علاش؟ لان كوميم هذا المشروع كنا بدينا 3 سنين، كنا بديتو مع السي ابراهيم محروش باش كون صلينا الثقافه الاسيويه في البلاد خاصها تكون، هو اللي كان جمع لي البنيتات، وبقينا خدامين. من بعد جا السي سمير حتى هو بدا عاوتاني تيعطي اللمسات ديالو، من بعد مشى تخلى جبنا السي يونس، الحمد لله بقينا غاديين في نص الناصر قديما ربح ربح. الاخر تقلب كل شيء من نهار اللي نط الدوزه، الاخرين خافوا مشاو في حالهم ما بقاوش. اللعيبه السنغاليه صدقات دابا الا ما غتكتب بشي 4000 درهم فعاد ما كانت جايه فابور، واللعيبه ديال سميتو حتى هي مشات قالت لي انا ما نقدرش نلعب في هذه الاجواء هذه، ما نقدرش نشوف ما كان بسبب تحتوي الوضع. دابا هذه القضيه حنا حاولنا نجمعوا، من تتجمع تتلقى ديما واحد المشكل، والمشكل ديما تتلقى عنصر ولا عنصرين في الفرقه. دونك راه الناس اللي في المحيط راه عارفين كلشي شنو واقع، فهمتي. مالوغوزمون خاصنا لابد نتحلاو بنكران الذات، الا كنا تنفكروا في الفريق، الا كنا تنفكروا في المصالح ديالنا الشخصيه، راه ما عمر الفرقه تزيد قدام. واخا دير اللي درتي، احنا دابا قلت لك عامين حنا تنشتغلوا في البناء، جا واحد في ظرف شهر ريب لنا كلشي. شنو اللي خلاك تفكر في الاستقاله ومن بعد ترجعت على الاستقاله؟ شنو اللي خلاك اول حاجه تفكر انك دير الاستقاله ديالك؟ اول حاجه هو هذا الشخص هذا، هذا العضو هذا في اللجنه التقنيه هو اللي خلاني نستقل، لان حيت كنت ندير فيه واحد الثقه عمياء، كنت تنظن بانه تيبغي لك الكارت. انا ما تنشككش لاي واحد في الحب ديال الكارت، كلنا تنحبوا الكارت، راه ولد صغير دابا تلقاه في الزنقه غادي يقول لك تنبغي الكارت، ولكن بالطريقه باش تبغي الكارت هي اللي خصنا ندخلوا فيها، وهي اللي خصنا نتبحثوا فيها. الا كان واحد تيبغي الكارت بالطريقه ديالو تيقول لك خصك دير لي هذا الشيء باش تسمى تبغي الكارت، شويه ديزو تنقول له اسمح لي. الا كنتي تبغي الكارت وانت تضحي نقول لك وي، كان زعما صراحه باش نعطي كل واحد الامور ديالو كنا غادي مزيان. ما فهمتش كيفاش بين عشيت وضحى ويتقلب عليه، وتصير واحد النوع مع عشر مع مواكلين الطعام وكلشي في الاخر يجي يبدا يضربك في الدار، لدرجه بانه كان تيمشي تيحرض اعضاء المكتب، واخا انا ماشي مكتب انا كنت غنقول هذا، تيحرض اعضاء المكتب ضدي، كان تيوسخ لهم السمعه ديالي في عينيهم. والناس اللي عرفوا الامور شنو تنسوى وشنو الامور في الاخر راه بعدوا عليه. دونك المشاكل باديه من المكتب مسير، ماشي المكتب مسير، لا لا المكتب مسير بالعكس، لحمه واحده. داكو انت نقول لك اللجنه التقنيه معناتها واحد العضو من اللجنه التقنيه ما عنده علاقه مع المكتب، وكان المكتب نقول لك وي انت حيت علاش المكتب انت تتحمل المسؤوليه الا وقع فيه شي خلل، ولكن الحمد لله ما كاينش عندي اشكاليه في المكتب، تضامن تنتقاتلوا في ما تكون شي حاجه تكوتيزيو، المهم باش الفرقه تبقى غادي دائما لقدام. شنو يمكن ديروا كمكتب مسير باش النادي القنيطري يحقق صعود القسم الممتاز اللي ما مسيفصل اللي ما زعما تتفصلنا عليه خمس مقابلات؟ تمام،
خمس مقابلات المينيموم عاد لا تاهنا لعبوا الدمي فينال والدمي فينال لعبوا الفينال يعني كاين واحد المشوار طويل. انا اش تنقول هاد المقابله هادي خسرنا فيها بنقطه واحده دونك دوتو باقي عندنا الامل كبير ولكن تنقولها وتناكد عليها الا حطينا يدنا في يد بعض لاعبين اوطور مكونات ديال النادي حنا بلا كنكتب عندنا شي اشكاليه ولكن تهضر على المكونات يعني الخارجيه ديال النادي والجمهور انا متاكد 99% بانه نقدر نطلع لان علاش باسكو الفريق واحد كاين مكناس مكناس راك شتي كيفاش قرعناه كانت اشكاليه واحد الشروط ديال اللاعبين اللي نورمالمون مكانوش داخلين في الماتش وكانوا داخلين في الماتش بحال مثلا في اكزومبل سمير راه ماشي المستوى اللي تلعب عليه سمير تبارك الله عليه راه الماتش يدخل على الاقل 30 نقطه 34 نقطه ملي شفتو هذاك النهار انا تسمير لان ضيع بزاف ديال السلات ديال ثلاث نقاط شي سته وقيله ولا خمسه كان واحد بقيت خصو يجلس يرتاح يرجع المورا ديالو يدخل لك الساعه المدرب مي ما كانش هادي يمكن من اللاعبين اللي اثرت عليه الاجواء اللي ما كانتش على ما يرام دونك سي نورمال ان دخل المقابله وهو اكيد يكون ما يكونش مرتاح وما يكونش عاطي داكشي اللي عنده. انا نقول لك واحد القضيه انا ملي نشوف هذاك الجمهور زعما من هذا المنبر تنشكرهم على الدعم ديالهم لنا مشروط راه الا كان فيك التيربو ديال 5 شهور تيولي عندك 20 شهور لان هذاك واحد البنزين اللي تيخول لك بانك دير اي حاجه مي كانت غير شويه الكونسونطراسيون فاصون ان تنقول مازال باقي الامل خصنا نديرو يد في البعض الا بغينا نزيدو قدام ما كانش راه دونك. وفي اخر هذا الحوار نترك مساحه للسيد رئيس النادي القادري السيد هشام عامر رسالة لمن يمكن أن توجهها. أولا شكرا لهذه الاستضافة. أنا الميساج اللي بغيت ندوزو لأي قناة تيبغيو هذا الفريق هذا خاصنا نتجاوزوا هذه الأمور ديال الصراعات الداخلية اللي ما غتأدي غير الخراب ديال النادي خاصنا نديرو يد ونزيدو قدام راه ظفرنا راه نقدرو نمشيو بعيد. وتنوجه واحد الرساله للرئيس مجلس البلدي تنتمنى بانه يستقلنا في اقرب وقت لان كاين واحد المشروع اللي ما كرهناش نحطوه في ارض الواقع لان كنا شفنا مع الجامعه وكانت طلبتنا واحد سميتو واحد ارض بقعه ارضيه باش نقدروا والبيجي كاين باش خمسه نقدروا نديروا فيهم دي تيران ديال الباسكيت اللي تقدر تستافد منهم الساكنه القنيطريه. وتنتمنى كذلك باش يتم التسريع ديال المسطره الاداريه ديال المنحه باش خمسه هاد الوليدات تا هما لان عاوتاني ما نشوفوش غير الكاس الفريق ديال نصف كاس الفريق ولكن خصنا نشوفو تا الوليدات تا هما راه مضروبين من الناحيه الماديه تا هما خصهم يستافدوا بالرواتب ديالهم كاين اللي مجوج كاين اللي عنده وليدات كاين اللي نورمالمون تيقراو وما مخدامش دونك تنتمنى باش تكون هاد الالتفاته ليهم باش كومسا تسرع هاد الامور. كذلك بالنسبه للفريق النسوي تنشكر جميع اللاعبات يعني اللي نورمالمون تيعيروني ولا ما تيعيروش ماشي مشكله نورمالمون كبير على هادشي نورمالمون حاجه وحده الحمد لله دوس هاد المده هادي كامل دوس واحد السنوات جد طيبه كان فيه المزيان كان فيه الخايب كاين بكينا فيه ضحكنا فيه نشطنا فيه دونك تنتمنى بان هادشي اللي بقى لنا حنا كنكتب باش نمشي فحالنا دوزو الامور باش المكان وهاديك الساعه نقدروا نخليو سميتها نخليو الرئاسه المكتب الجاي. غير انا حاجه وحده تنقول تنكرر بان المنحه اللي غتدخل كل المستحقات اللي كنت تنسال انا شحال هذه ما دخلتش في هادشي هذا كاين المديونيه ديال الناس اللي تيتسالوا خصهم يتخلصوا باسكو نورمالمون لان انا ساني دي سميتو ساني دي شيك او بلوتو ريكونسونس دي ديب لان اللي غنتحاسب عليها من بعد دونك يقدر يجي هذا المكتب يقول لي سير شوف هذا الرئيس اللي كان قبل انا ماشي شغلي دونك غتحط هذا غيتخلصوا اللعابه ديال 2020 2021 فيهم وزيد على السي محروش السي ابراهيم بوزيدي شهر اللي بقى لهم في الموسم السابق والباقي غيتفرق عليهم كاملين في هادشي اللي كاين هاد العمل دونك باش نكون صريح ونكون شفاف وما كاينش شي حاجه اكثر من هاد المصداقيه هادي. في اخر هذا الحوار تنشكر السي هشام عامر على الحضور معنا هنا لتوضيح بعض الامور وبعض الخبايا النادي القنيطري لكره السله. شكرا والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.